من اخترع البوصلة؟ الصينيون هم أول من فكر باختراع البوصلة، ومن المرجح أنه تم صنعها أول مرة خلال عهدة أسرة تشين بالإنجليزية تشين ديناستي خلال الأعوام 221 إلى 206 قبل الميلاد، حيث قام العرافون الصينيون باستخدام الأحجار المغناطيسية لودستون بالإنجليزية، وهي معدن مكون من أكسيد الحديد الذي يغير من اتجاهه ليصبح محاذيا لاتجاه الشمال والجنوب من أجل بناء ألواح التنبؤ بالحظ. ثم لاحظ أحدهم أن هذه اللوحات يمكن أن تستخدم في تحديد الاتجاهات الحقيقية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اختراع البوصلات الأولى في العالم. كوكب الأرض يعتبر بحد ذاته قضيبا مغناطيسيا كبير مع حقل شمالي وجنوبي، والذي يسبب تحرك المغناطيس بحرية ليصبح بنفس الاتجاه مع الأرض. ومن الجدير بالذكر أن المجال المغناطيسي ليس موازٍ تماما لاتجاه المحور الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ولكنه قريب بما فيه الكفاية لجعل البوصلة غير المصححة دليلا جيدا لمعرفة الاتجاهات. وتختلف درجة عدم دقة البوصلة والمعروفة باسم الانحراف من نقطة إلى أخرى على الأرض. يوجد العديد من الأدلة التي تبين أن المسلمين استخدموا البوصلة في تنقلاتهم، ومن هذه الأدلة مقالات إلهارد ويدمان الذي ذكر استخدام البوصلة المغناطيسية في الحضارة الإسلامية، كما تم ذكر ذلك في المختارات الفارسية جامع الحكايات لسعد الدين محمد بن محمد، حيث قام بوصف استخدام البوصلة خلال أحد الرحلات في البحر الأحمر أو الخليج العربي في سنة 630 هجري، وفيها وصف أنه كان يتم فرك القطع المصنوعة من الحديد بحجر مغناطيسي ثم وضعها في وعاء مملوء بالماء، ثم كانت تدور حتى تتوقف مؤشرة إلى الجنوب. كما وصف بيلك القبجاقي في كتابه كتاب كنز التجار في معرفة الأحجار في سنة 681 هجري استخدام البوصلة المغناطيسية لأغراض البحرية في العالم الإسلامي، حيث وصف استخدام البوصلة العائمة خلال رحلة بحرية من طرابلس في سوريا إلى الإسكندرية في سنة 640 هجري، وقال بأن إبرة حديدية كانت توضع بالعرض في وعاء مملوء بالماء مع القليل من القش، ثم كان يتم جلب حجر مغناطيسي بالقرب من هذا الوعاء، ويقوم الشخص الذي يحمل الحجر المغناطيسي بحركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة فوقه، فتتحرك الإبرة والقشة بنفس الاتجاه، وعندما يتم إزالة الحجر المغناطيسي فجأة فمن المفترض أن تحاذي الإبرة خط الزوال.